أهلا بكم من جديد. حققت حركة الشحن الجوي بمطار البحرين الدولي نموا غير مسبوق بنسبة وصلت إلى 10% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 2017. وقال وكيل الوزارة لشؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات محمد ثامر الكعبي بأن وزارة المواصلات والاتصالات تولي عناية بالغة بشركات الطيران التي تقوم بعملية الشحن الجوي لدورها في خدمة الاقتصاد الوطني وتحويل مطار البحرين الدولي إلى مطار محوري في نقل البضائع وتوفير متطلبات النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة في كافة المجالات من خلال توفير البنية التحتية والقواعد التنظيمية اللازمة لنمو هذا القطاع. وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر هاتف النشرة الاقتصادية وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الطيران المدني السيد محمد ثامر الكعبي. بعد التحية السيد محمد، لو تطلعونا على حجم الشحن الجوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وما هي الشركات التي تعاملت مع هذا النمو الكبير في حركة الشحن الجوي؟ مساء الخير عليكم وعلى المشاهدين الكرام. طبعا ولله الحمد حققت حركة الشحن الجوي بمطار البحرين الدولي خلال الشهور التسعة الماضية نمو ممتاز للأمانة وبنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016. طبعا بلغ حجم الشحن الجوي خلال هذه الفترة اللي هي 2017 حوالي 144,000 طن مقارنة ب 159,000 طن عام 2016. طبعا كان لشركة دي اتش ال النصيب الأكبر من النمو، وهذا شيء طبيعي تقريبا كان بنسبة 54% نتيجة أن الشركة تتخذ من مطار البحرين مركز إقليمي للعمليات. أيضا كان للناقلة الوطنية طيران الخليج نصيب من هذا النمو معدل 14%، طيران الإمارات والاتحاد أيضا كان لهم نمو بنسبة 6%، وحققت شركات الأجنبية أيضا العاملة في الشحن في المطار مثل الخطوط البريطانية وشركة الستانزا والتركية نمو في عمليات. الشركة البريطانية كان 42% والتركية 51% والستانزا 44%. فبشكل عام كانت التسعة أشهر الماضية النمو في قطاع الشحن الجوي ممتاز بمطار البحرين الدولي ويفوق المعدلات اللي كانت متوقعة. نعم أستاذ محمد، هذه أرقام واعدة، ولكن بالحديث عن المستقبل، كيف تنظرون إلى مستقبل الشحن الجوي مع مشروع التوسعة الجديدة بمطار البحرين الدولي؟ طبعا احنا عندنا توجيه من سعادة وزير المواصلات والاتصالات بالاهتمام بقطاع الشحن الجوي والعمل على تنميته وتطويره، وهذا نظرا لأهميته في دعم الاقتصاد الوطني. من هذا المنطلق احنا عملنا في شؤون الطيران المدني مع جميع الجهات المختصة بعمليات الشحن بالمطار على تطوير البنية التحتية وأيضا تعزيز اللوائح التنظيمية لهذا القطاع الهام. العمل أيضا على جذب شركات الشحن الجوي وتسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة لها بالمطار. حركة الشحن الجوي نشطة، وهذا أيضا نظرا لأن التجارة العالمية في هذه الفترة نشطة، هذه بدوره ساهم في تنشيط قطاع الشحن. أما فيما يتعلق بمشروع توسعة المطار، فالطلب عن حس المستقبل على الشحن الجوي هو راح يستمر في النمو متوسط 4%، رغم التحديات الكثيرة اللي يواجه هذا القطاع، لكن احنا لدينا خطة استراتيجية طموحة لتطوير البنية التحتية تزامنا مع المشروع تطوير المطار. فهناك خطط لبناء حضار للطائرات وايضا مواقف اضافيه لطائرات الشحن، وهذه بدوره راح يخلق يعني طاقه استيعابيه اكبر من المتوفر حاليا. ما هو متوفر حاليا حوالي 19,000 متر مربع، والمستقبل ان شاء الله لما مع مشروع التوسعه راح تضاعف هذه المساحه لمناوله طائرات الشحن. نعم السيد محمد ثامر الكعبي وكيل وزاره المواصلات والاتصالات لشؤون الطيران المدني، شكرا جزيلا لك. أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن استضافتها خلال اليومين الماضيين لعدد من أهم الشركات المنظمة للأفراح والأعراس في المملكة العربية السعودية، وقد تم اختيار 7 شركات من مدينتي جدة والرياض بناء على معايير معينة تتمحور حول نشاط وحجم الشركة في السوق السعودي وخبرتهم في مجال تنظيم الأفراح والأعراس خارج المملكة العربية السعودية. هذا وقد عقد اجتماع بين الوفد الزائر وما يقرب من 30 مؤسسة بحرينية من ضمنها الفنادق الرئيسية والشركات المنظمة للأفراح والأعراس، وذلك لمناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة لهذا القطاع الحيوي.
هذا اللقاء طبعا هذه ينطلق من منطلق توجه لهيئتنا إلى التركيز على هذا المنتج، وبالتالي على سوقين رئيسيين اللي هو سوق المملكة العربية السعودية وسوق الهند. هذه هو مشروعنا الثاني اللي تقدمنا به. المشروع الأول أو الخطوة الأولى كانت مع منظمين الأفراح والأعراس من الهند الشهر الماضي، وهذه الآن من هذه، والحمد لله إن شاء الله بيكون هذه فاتحة كبيرة. هذه واحدة من الأشياء اللي البحرين تتمنى للمستقبل، أن يكون سوق البحرين للزواج يكون أكبر. شفنا بعض الأفراح اللي صارت في البحرين من الهند ومن بعض دول مجلس التعاون، وهذه لها مردود طبعا للبلد إن شاء الله. احنا كنا هنا باستضافة هيئة البحرين للسياحة، الصراحة كانوا جدا متعاونين في كثير فاسيليتيز في البحرين، وهذا شيء ابدا مو بغريب عليها. صراحة كانت الفاسيليتيز مرة حلوة، في تسهيلات كثيرة. أكيد البحرين جزء لا يتجزا من السعودية، والسعودية جزء من البحرين، وإحنا قبل كذا اشتغلنا أكثر من مرة في البحرين مناسبات كثير، بس إحنا المرة هذه حاولين نتوسع أكثر، يكون التواصل بيننا وبينهم أكثر. والآن نتابع أسعار صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين حيث أقفل المؤشر العام في المنطقة الخضراء عند مستوى 1287 نقطة بارتفاع نسبته 13 النقطة المئوية تقريبا، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2,210,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 396,000 دينار تم تنفيذها من خلال 103 صفقات. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 55% من قيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. ونتابع الآن إغلاقات البورصات الخليجية، وكما نلاحظ على الشاشة أغلقت معظم البورصات الخليجية في المنطقة الحمراء، ونبدأ مع سوق المالية السعودية التي أغلقت بانخفاض نسبته 1.27% عند مستوى 6886 نقطة، متأثرا بانخفاض مؤشر قطاعي الإعلام وأيضا الرعاية الصحية. نتحول إلى بورصة الكويت التي أغلقت على تراجع أيضا بنسبة تزيد عن 14 نقطة مئوية، مغلقا عند مستوى 6622 نقطة، وذلك لضعف أداء مؤشر قطاعي الاتصالات وأيضا الطاقة. ننتقل إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية الذي كان أحد الرابحين في تداولات اليوم، مغلقا بارتفاع بنسبة ضئيلة جدا 0.01%، ولكن وعند مستوى 4498 نقطة بسبب تقدم مؤشر قطاعي الاتصالات وأيضا السلع الاستهلاكية. بينما سجل سوق دبي المالي تراجعا بنسبة 17 النقطة المئوية، مغلقا عند مستوى 3618 نقطة، ويعود سبب النزول انخفاض مؤشر قطاعات الاتصالات والاستثمار وأيضا الخدمات المالية. ننتقل إلى سوق مسقط الأوراق المالية أخيرا، مغلق الذي أغلق عند مستوى 0.26 نزولا عند مستوى 5032 نقطة، متأثرا بتراجع مؤشر قطاعي المال وأيضا الخدمات.